يا رحاوين نطريك يخطر الغايب علينا ينهال الدمع ويجيك ويبقى دقيقك عجينة. كيف ما عودناكم في سلسلة قالوا هلنا كل حلقة لها عنوان، اليوم عنوان حلقتنا عن الفتنة، والفتنة معروفة أشد من القتل. الفتنة تضرب المجتمعات وتضرب الدول وتضرب علاقات الأفراد، ولها أهلها من الخبثاء، ويؤكد التاريخ دائما أن الأصل له دور في ذلك، والأصل الطيب لا ينتج إلا الطيبة، والأصل الخبيث لا ينتج إلا الخبيث ولو بعد حين. ما نعرفه الآن وفي هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا هو أن هناك من يبيع الوطن، وهناك من يزرع الفتنة، وهناك من يخون، وهناك من يترك الوقوف مع وطنه مقابل مصالحه الخاصة. اليوم وفي هذه المجتمعات المدنية هناك من يتجه إلى الكسب السريع على حساب القيم وعلى حساب المواقف البطولية التاريخية، لأن المواقف البطولية والمواقف التاريخية لها ثمنها في التضحية والعطاء، ولكن ثمن الخيانة مهما كبر ومهما كان سعره فهو رخيص، ويوجد كثير في هذا المستوى من البخس والرخص. في حكمتين مهمات يقولا الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وأيضا حكمة أخرى تقول الفتنة إذا أثارت عجز الحكماء عن إطفاء نارها. الآن نخليكم مشاهدة طيبة لعملنا اليوم بعنوان الفتنة.
للوطن بيعين للوطن بيعين يولعوا النار ويقولوا الدخان لعند يوم الدين
لعندي يوم الدين، لعندي يوم الدين، لعندي يوم الدين. يا مدام الزينة انسى الطمع ينسى فقر الدنيا، اخدم علي ساسك جدد بنيا. انسى الطمع ينسى فقر الدنيا، اخدم علي ساسك وجدد بنيا. انسى الطمع ينسى فقر الدنيا، اخدم علي ساسك وجدد بنيا. انسى الطمع ينسى فقر الدنيا، اخدم علي ساسك وجدد بنيا. انسى الطمع ينساك فقر الدنيا، واخدم علي اساسك وجدد بنيا. هلا 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 ما قالوا الا الزين، هلا 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 ما قالوا الا الخير وانساه وندر الشر، تفكر بكرة الخير تلقاه طريق الشر مسكرة. دير الخير وانساه وندر الشر، تفكر بكرة الخير تلقاه طريق الشر مسكرة. يملأ لبنان معينة، وش يملأ لبنان معينة.